ايوه اي والله، ترى انا كنت، انا برسم، كنت لوحات صغيره، لوحات من صغري، وقت اللي كنت انا موظف بالهاتف الالي، كنت رئيس شعبي وخبير الات تصوير. ضليت من 79 لعام 2013. 13 قدمت استقالتي، يعني التقاعد المبكر. بعد ما قدمت استقالتي قعدت بقى هوني، طلعت هيك والله لقيت انا، قلت ليش ما بشتغل، جرب مجسم واحد، هو كان كيلاني اول مجسم، بعدين سويته، لا لقيت هيك يعني اعجاب من التواصل الاجتماعي، شجعت سويت جامع النوري. المواد اللي بستخدمها كلها من خشب، ما بستخدم غير الخشب، والإضاءة هي الإنارات الليدات الصغيرة. طبعا بعد ما بسوي المجسم بحط بقى، بيجي دور الألوان. الألوان هي مثلا بالمسجد من جوا لونه أخضر، بحط لونه أخضر، برا البهو البراني أزرق أو أحمر، بشكل هون بكل منطقة بشكل إلى شيء يناسب المكان اللي فيه. اتجهت للعمل هذا مشان احيي التراث القديم، مثل جامع بفيدا، مثل بفيدا اليابانيك اسمه نور الدين زنكي، واللقب بفيدا ملك حمام، وبعدين جامع النوري، نوري اللي فيه بقلبه بتضمن 3 نواعير كمان، مقابيل الكيلانيه. انا كمان سويت الكيلانيه في نعوت الباز، والجامع النوري بتضمن 3 نواعير هي المحمدية والوسطانية والصهيونية، وفيها بالباب أنا ضميت الجامع النوري الطوافرة مع الجامع النوري. أنا مريت مرة برحلة هيك أو مصيف، لقيت عم ساوي فطاير، عجبني المنظر، انا قلت لازم اعمل تراث ريفي. عملت تراث ريفي وحطيت انه امرأتان تصنع فطاير على التنور، وكمان حطيت الاضاءة يعني خلاني كأنه حطيت بالتنور ضوء احمر، وفوق اللي عم تخبز ضوء ازرق، دمجت اثنين على بعضهم صار في الوان انه كأنه نار عم تعلق بالتنور. بعدين بعد ما خلصت من حماه والريف تبعهم، التقيت الى مدن، المدن فيها اثارات حلوه كثير، حبيت مثلا من كل بلد بدي اساوي لي تراث الي اللي بيعبر عن البلد نفسه، مثل قلعه حلب مثلا. ردينا انتقلت من قلعه حلب لدير الزور اللي هو جسر المعلق، كمان عملت جسر المعلق. بعدين التقيت لحماه، حماه انا عامل مثلا مجسمات الي، بعدين بتقلي حمص، حمص عم تساوي هلا جامع خادم الوليد.